السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة جميلة جدا، بلان تو بيم، ان انت تنظم الشغل بتاعك وتقدر تحول الملف ال 2D ل 3D. طيب هقول له تراي بلانس تو بيم، وبتعمل لك حساب، وطبعا فرنساوي تقدر تحولها لانجليزي الا لو انت بتحب الفرنساوي. هتقول له ساين اب وتعمل حساب. طيب دلوقتي هقول له كرييت بروجكت، وهقول له بلازا الديسكريبشن، هيبدا يعمل لي المشروع، هقول له اوكي. فبيقول لي الموضوع بيتم بتنظيم كده زي شجره بروجكت، وتحتيها سايت، والسايت جواه بيلدينج، والبيلدينج تحتيه الفلورز الادوار. فبقول له اندرستود. ممكن تقول له كرييت سايت بيلدينج، هنا هتقول له انا عايز اعمل كرييت فلور او امبورت بلان، وهبدا اختار البلان اللي انا عايز ارفعه. طيب هو ممكن يقبل صور او بي دي اف، فانا اشوف ملف بي دي اف واقول له يرفعه عنده. بيبدأ بقى ان هو يدرس الملف البي دي اف دوت. طبعا لازم يكون في صور الدوار او صور مباني، ما ينفعش افتح له مثلا ملف بي دي اف يكون فيه الاوفر او الشغل. تمام، فهتختار بقى البيجز اللي انا عايز اضيفها. تمام، وبيقول لي ده هل ده فلور ولا ستراكشر ولا تكنيكال ولا سيكشن، هقول له امبورت. فبيبدا يحاول ان هو يستخرج المعلومات من الملف. دلوقتي هو فتح الملفات اهوت، فممكن نشوف مثلا دوت اهو. ممكن نقول له احنا عايزين ان احنا نفتحه في الموديلنج تول، بنلاقي زرار غريب كده ظهر لنا اسمه 3D. طبعا هو في الاول محتاج ان هو يعرف السكيل، فظهر عندي حاجه اسمها سكيل. تمام، طيب اوبن سكيل تولز، بحيث ان من A ل B ديت هتبقى قد ايه. طب نروح بقى للذكاء الصناعي ونقول له يعني اوتوماتيك بقى انت شوف القصه دي. فهو بيبدا يشوف بعض الحاجات، بيقول مثلا اصغر سيكنس للول قد ايه، واكبر سيكنس للول قد ايه. فالحاجات دي بتساعده في ان هو يستنتج المسافه من هنا لهنا قد ايه. فهو اوتوماتيك استنتج الابعاد، تقدر تعمل سيلكت على كل سبيس يبدا يجيب لك المعلومات بتاعتها. الجميل بقى ان انت تقدر ران اوبننج ديتكشن، يبدا يكتشف الاوبننج. تمام، جميل، لان في عندي هنا 3D دي اللي هنشوفها دلوقتي بعد ما نخليه يكتشف الابواب ونخليه يكتشف كل حاجه. نقول له 3D، يبدا يجيب لي المبنى كله في 3D. اقول له 3D، نبدا نشوف البلان كله في ال 3D زي ما انت شايف. وطبعا تقدر تسيف الملف ده ك IFC، وتقدر تحول ال IFC ده لملف ريفيت عادي بدون اي مشكله خالص. ده ممكن تقول له اكسبورت موديل، وتروح مصدر الموديل كله ل IFC، ده 3D موديل، او تصدره كملف اكسل كنوع من انواع ملفات الحصر، يعني حصر العناصر اللي موجوده. فاحنا كده قدرنا نحول ال 2D ل 3D من غير ما نبذل اي مجهود خالص.